حتى عندما يتسابقون في العربات مع أصدقائهم في عطلة الأسبوع. ستعرفون ما يجب تجنبه. الآن فهمتم لماذا تخليت عن سباق العربات منذ أيام الدراسة. وثائقية عين على الحياة. سيبيريا منطقة شاسعة المساحة، تشغل جزءاً كبيراً من شمالي روسيا الاتحادية. تعد بمساحتها البالغة أكثر من 10 ملايين كيلومتر مربع، أكبر من معظم بلدان العالم، بل هي أكبرها فعلاً. تتميز بمناخها القاسي وكنوزها الدفينة. روسيا وخزانتها الملأ بالكنوز. تقع جمهورية كومي على بعد 2000 كيلومتر شمال شرقي موسكو في غابات الأورال عند الحدود الغربية لسيبيريا. يقوم الصيادون منذ مئات السنين بالاستيلاء على مواد أولية ثمينة جدا. نسير على طريق مع ناصبي الفخاخ في أعماق براري التايغا المثلجة. يغطي ثلج المنطقة هنا بارتفاع يصل إلى مترين من شهر تشرين الثاني نوفمبر حتى شهر آذار مارس، ودراجة الثلج هي وسيلة النقل الوحيدة هنا. يتوقف الصياد بين الحين والآخر حيث يقوم بتفقد الفخاخ المنصوبة. هذه المرة كان موفقاً، سنجاب علقت رجله في الفخ الحديدي، ربما حصل ذلك قبل أيام. في الشتاء تكون نوعية الفراء أفضل بالنسبة إلى فاسيلي بوبوف. إذن هذا إنجاز، لأنه سوف يبيع فراء هذا الحيوان ب15 يورو، ولكونه يمتهن صيد الفراء فهو دائم التنقل شتاء، يتفقد فخاخه المنصوبة، لكنه لا يحظى كل يوم بصيد جيد. إنه يتحقق في البدء ما إذا كان الفرو سليماً. هذا فرو شتوي جيد. أحياناً يصطاد المرء من 30 إلى 40 قطعة منه في الشتاء، وأحياناً يحصل على الكمية نفسها في الخريف فقط. يقف سيرغي مينكوف إلى جانبه الموظف في المعهد الروسي الوحيد لبحوث إدارة الصيد. يتنقل سيرغي برفقة الصياد للترويج لفخاخ جديدة طورها بنفسه. معظم ناصبي الفخاخ الروسي هنا ما زالوا يعتمدون على استخدام الفخاخ الحديدية التي منعت في الغرب لأنها تسبب الألم للحيوانات. يجب أن تنتشر طرائق الصيد الجديدة في أنحاء روسيا. لهذا السبب نقوم بالتدريب على استعمالها على الأرض وعلى الصيادين اختبارها، وإذا أعجبتهم يمكن المجيء إلينا لشراء الفخاخ والتدريب على استخدامها، وهذا ضروري لكي لا تخسر روسيا دخولها سوق الفرو الأوروبية. كومي مسقط رأس فاسيلي بوبوف
منطقة صيد تقليدية، وهي مركز لبيع الفرو منذ أيام القياصرة. السواد الأكبر من شعب جمهورية كومي يأتي من التايغا. إنها غابة قديمة جداً، في الشتاء يختفي معظمها تحت كميات هائلة من الثلوج. من يريد أن يكون ناجحاً في الصيد في درجة حرارة تصل إلى 40 درجة ما دون الصفر، عليه أن يبدأ استعداداته في الصيف. إن قرية يرمييفو المعزولة تماماً تبعد يومين عن أقرب مدينة، ويعيش فيها نحو 250 شخصاً فقط بفضل صيد السمك والفراء. القرية محاطة بمجموعة من الأنهار والمستنقعات وغابة التايغا. هنا يعيش فاسيلي بوبوف، بدءاً من شهر أيلول سبتمبر يأخذ كل استعداداته لموسم الصيد الشتوي. عند النهر ينتظره ابنه ساشا، وهو صياد أيضاً. في الصيف يكسبان قوتهما من صيد السمك والقيام بأعمال صغيرة أخرى، وفي الشتاء يصطادان الفراء. يحضر الاثنان قاربهما استعداداً للقيام بجولة في منطقة الصيد التي يصعب دخولها في الشتاء. يقوم فاسيلي بتجهيز بعض المؤونة التي تساعده لاحقاً على القيام بمهمته في البراري المثلجة. أقوم بحساب المدة التي سوف أقضيها في الموسم في أكواخ الصيد، وأخذ معي ما أحتاج إليه من مؤونة. إضافة إلى ذلك، علي إخفاء هذه المؤونة بعيداً عن الدببة تحت السقف أو تحت الأرضية. اليوم سيقوم ابنه بمرافقته لتفقد أكواخ الصيد. عليهما القيام بالإصلاحات الصغيرة وتوزيع المؤونة عليها استعداداً لجولات الشتاء. بواسطة القارب ينطلق فاسيلي مسافة 10 كيلومترات في الاتجاه المعاكس للنهر. أمضى فاسيلي حياته هنا وهو لا يخاف العزلة ولا يعاني الرتابة. لا يشعر المرء بالملل في هذه الطبيعة. تأتي متعباً في المساء، تأكل، ثم تطعم كلاب الصيد، ثم إلى النوم والراحة، وتستيقظ في 4 صباحاً منطلقاً إلى عملك مجدداً. لا تشعر بالملل أبداً لأنك تعمل كثيراً. منطقة الصيد الخاصة بفاسيلي منطقة واسعة وكبيرة، والفخوخ تبعد أحياناً 50 كيلومتراً. قام فاسيلي ببناء 9 أكواخ في الغابات كي تقيه البرد من أواخر أشهر الخريف حتى نهاية شهر شباط فبراير، خلال تنقله اليومي من فخ إلى آخر. كلاب الصيد التي يمتلكها فاسيلي في أحسن حال، فبعد أسابيع طويلة من الأسر يمكنها أن تنطلق حرة في البراري. على الرجلين أن يقطعا مسافة 4 كيلومترات مشياً. هذه المسافة مضنية حتى في فصل الصيف بسبب البعوض المزعج. يصل فاسيلي وابنه إلى أول كوخ من أكواخ الصيد. إنه منزل صغير مكون من غرفة واحدة، كان هنا قبل أشهر عدة. كل شيء مرتب جيداً. الملاءات والمفروشات معلقة تحت السقف لحمايتها من الرطوبة وحشرات العث. كل شيء في مكانه. فاسيلي مطمئن. حتى في الغابة لم تعد الأمور كما كانت في الماضي. علينا إخفاء المؤونة في مكان قريب من هنا، لأن أشخاصاً آخرين قد يمرون، ويمكنهم أخذ كل شيء معهم حتى الصحون. في الماضي كنا نترك كل شيء على الطاولة، بعكس اليوم. فعل فاسيلي وابنه كل شيء. قاما بتجهيز ما يحتاجان إليه، وإخفاء المؤونة والانتقال إلى الكوخ التالي، وبعد 4 أيام عادا من جولتهما إلى القرية. يتعايش الكثيرون في يرمييفو من تجارة الفراء. عند أطراف القرية تقع آخر مزارع تربية حيوانات الفراء في جمهورية كومي كلها. هنا تربى الثعالب الفضية في صف طويل من الأقفاص، 600 حيوان تقريباً. الثعالب النادرة لم تعد موجودة في البراري، وهي تأتي من شرق الأراضي الروسية البعيدة. تسمن الثعالب 8 أشهر متواصلة كي تذبح أخيراً من أجل فرائها الثمين.
تعطيها ناتاليا لوغينوفا المسؤولة عن إطعام الثعالب عصيدة مؤلفة من الحبوب وبعض اللحم وقطع العظام الصغيرة. عندما تكون الثعالب صغيرة نطعمها وجبتين يومياً لأنها ما زالت في طور النمو. ابتداءً من نهاية شهر أيلول سبتمبر نطعمها وجبة واحدة يومياً لحين ذبحها. المزرعة هي مصدر الرزق الوحيد في القرية. ناتاليا تعمل هنا منذ 5 أعوام، لا يتوافر عمل آخر هنا. الذبح هو مصير هذه الحيوانات. لقد تحول عمل ناتاليا إلى نشاط اعتيادي. نحن نربيها لسبب واحد فقط. في الماضي كان ذبح الثعالب أمراً صعباً علي، أعني أن تذبح دائماً وباستمرار، لكنني أشعر أني اعتدت ذلك مع الوقت. في الماضي كانت الثعالب الفضية من الحيوانات المفضلة في مزرعة يرمييفو. في عهد الاتحاد السوفيتي كانت هناك مزارع عديدة تنتمي إلى الكولخوز الذي كان يمدها بالطعام، لكن الكولخوز أفلس وألغت الدولة دعمها لأعمال الفراء، وكانت هذه هي نهاية نشاط معظم العاملين في هذا القطاع. سيرجاي ميخارين هو مدير آخر مزرعة فراء في كومي. عام 1992 للميلاد ألغت الدولة دعمها للقطاع. ماذا عن ذلك؟ عن ذلك وقف تسليم الأطعمة والآلات والمستلزمات الاستهلاكية والأدوية، عملياً عن ذلك وقف كل شيء، ما أدى إلى أن المزارع أصبحت تعتمد على التمويل الذاتي، أي أصبح عليها القيام بالصيد والبحث عن الطعام. كل شيء كان مركزياً في الماضي، أردت أم لم ترد، وفجأة توقف الدعم فتوقف كل شيء. الآن عليك أن تدعم نفسك كي تستمر. طرق النقل هي مشكلة المزرعة الكبرى، فالطرق سيئة جداً. أقرب طريق تبعد 200 كيلومتر، وكي يصل المرء إليها على الآليات أن تجتاز أنهراً عدة بواسطة العبارات قبل الوصول إلى مدينة كيروف. يعيش في كيروف نحو 500,000 نسمة. عاصمة المقاطعة هي مركز صناعة الفراء. يصل الفراء الآتي من الحيوانات التي اصطدت في البراري إلى تجار الفراء، كذلك يأتيهم فراء تلك الحيوانات التي كانت في المزرعة. هنا يتم اختيار معاطف الفراء، بحيث تقارن قطع الفراء المختلفة التي تشد قبل قصها. تتمتع قلنسوة الفرو التقليدية بأهمية المعاطف. هذه هي الشبكة الروسية، إنها متوافرة لدى جميع تجار الفراء في أنحاء مختلفة من البلاد، وكي تحافظ على زواياها فترة طويلة توضع تحت حرارة عالية. قبل أن تأخذ قلنسوة الفرو شكلها الأخير يجب أن تبقى فترة في هذا القالب المعدني كي تلائم رأساً آدمياً وتظل مناسبة له فترة طويلة. تبقى قلنسوة الفرو في هذا القالب 15 دقيقة، ثم تأخذ شكلها النهائي قبل أن تبرد. منتجات الفرو ليست رخيصة الثمن، وأسعارها متفاوتة جداً حتى في روسيا نفسها. هذا فرو فأر المسك، وهو منتشر جداً هذه الأيام. وهذه القطعة من فرو الكلاب المستوردة. أغلى قلنسوة تصنع من فرو السنجاب للأغنياء. إن قبعة للرأس من فرو السنجاب تكلف نحو 160 يورو مقارنة بقلنسوة فأر المسك، فهي تكلف 40 يورو فقط. يجني بائع الفراء المال الوافر من بيع المعاطف ومنتجات الفراء الثمينة. بإمكان الأغنياء شراء ثياب جميلة وباهظة الثمن. هناك اليوم عدد لا بأس به في روسيا من الأغنياء الذين يشترون معاطف الفراء الثمينة. في مصنع الفراء الخاص يكون الخيار كبيراً. سيرجي مينكوف خبير من معهد البحوث الروسي في إدارة الصيد. هو خبير بالفرو بدءاً بصيد حيوانات الفرو حتى تحويلها إلى معطف شتوي أنيق. هناك فروق أساسية في منتجات الفرو يجب أخذها بعين الاعتبار. هذا معطف من فرو النمس المربى في قفص. لونه أحادي غير متقطع. هذا الأمر لا نراه في الطبيعة.
فاللون الطبيعي لا يكون داكنا ولا يكون أحاديا. ثم لدينا هنا معطف من فرو السنجاب ويعود إلى حيوان تم اصطياده. لا تربى السناجب في الأقفاص، لخياطة معطف كهذا يحتاج المرء إلى فرو مئات السناجب للاختيار فيما بينها من أجل الحفاظ على تناسق الألوان. وترون هناك 5 معاطف، كل واحد يختلف عن الآخر. الفرق الرئيس بين فرو حيوان المزرعة وفرو الحيوان الذي تم اصطياده هو اختلاف الألوان، وهذا إيجابي لصناعة الفرو لأن النساء كالعادة يرغبن كثيرا في اختلاف الألوان. فرو النمس خفيف جدا ودافئ، إضافة إلى لونه المميز، كما أنه عملي ولذلك فهو غالي الثمن. معطف من فرو النمس قد يكلف نحو 1000 يورو، ولكن بالإجمال تتغير موضة منتج الفرو وقيمته العالمية بشكل دائم. غاية معاطف الفرو في الأساس هي الاتقاء من البرد القارس، لكن هذه الغاية في الحقيقة لا تلعب دورا كبيرا في أوروبا الغربية وفي كندا وروسيا والولايات المتحدة، لأن الناس تقضي أوقاتا أقل خارج منازلها، من السيارة إلى العمل ثم من العمل إلى باب المنزل بالسيارة أيضا. في الواقع أصبح معطف الفرو وسيلة للتفاخر والمباهاة في روسيا أكثر من وظيفته الرئيسة في اتقاء البرد. بالطبع ما زال معطف البرد يؤدي وظيفته الأساسية في الحماية من البرد. هنا مكان عمل سيرجي ماكوف، وهو يدير قسم تقنية الفخاخ الحديثة في المعهد. على طاولة الجمع أولاً ثم في مشغل صغير يتم تطوير نماذج الفخاخ التي تقتل الحيوانات العالقة بضربة واحدة. إنهم يطورون فخاخاً للسناجب والنموس والسمور وابن عرس، كما يطورون فخاخاً لحيوانات الفرو الضخمة. منذ 20 عاماً يعمل سيرجي في تطوير الفخاخ، يحاول إقناع الصيادين بأفضلية الفخاخ الجديدة على الفخاخ المعدنية القديمة. عندما تعلق قدم حيوان ما في فخاخ كهذه يموت الحيوان أما برداً وإما جوعاً. يستغرق الأمر ساعات وأحياناً يستغرق أياماً. عندما تهبط الحرارة إلى 30 درجة ما دون الصفر فإن ابن عرس يموت في يوم واحد، ومع ذلك فهذه فترة طويلة. وهناك فخاخ تقطع قدم الحيوان ويهرب مصاباً، وقد يبقى حياً أحياناً لكنه يصبح بلا قيمة، وهذه دون شك إساءة إلى الحيوان وإهدار لقيمتها أيضاً. إن نموذج سيرجي مبني على ابتكار كندي يعود إلى 20 القرن الميلادي الماضي، حيث تقوم عارضتان فولاذيتان مشدودتان بكسر رقبة الحيوان العالق في الفخ. إذا ألغي صمام الأمان للفخ ينطلق من أي جهة يأتي منها الحيوان، وهذا مهم جدا، لأننا نعرف من أي جهة يأتي السمور أو القندس مثلا. هذا النوع من الفخاخ من شروط المعاهدة العالمية للصيد التي وقعتها روسيا، لكن الأهداف والدوافع الخلفية ما زالت غير معروفة لدى الصيادين. الشتاء مرة جديدة، سيرجي مينكوف على الطريق إلى يرمييفو. هذه المرة يأخذ فخاخه الجديدة معه كي يوزعها على الصيادين هناك. هناك أمر تتميز به كومي في الشتاء، هو الاستغناء عن اجتياز الأنهار بواسطة العبارة، لأن 20 درجة ما دون الصفر تجعل الأنهار تتجمد حتى أنه يمكن اجتيازها بالسيارات. حتى يرمييفو تغيرت كثيراً، كمعطف أبيض يلف ثلج الشتاء القرية. من بين الأعمال التي تقوم بها القرية تنظيف أحذية اللباد العالية. يدوم الشتاء هنا 6 أشهر، ويمكن الحرارة أن تنخفض إلى 40 درجة مئوية ما دون الصفر.
لا توجد وسائل نقل منتظمة نحو يرمييفو. يستخدم المرء أقرب وسيلة ممكنة إذا أراد المجيء إلى هنا. أتى سيرغي مع حراس الغابات الرسميين. نيكولاي حارس الغابات يسانده في عمله. يتوقع فاسيلي وصول الرجلين. يريد اليوم الانطلاق في إحدى جولاته على الفخاخ، وسيرافقه سيرغي. يرجح أن تستغرق الجولة أياماً، وسوف يبيت الرجال ليلاً في أكواخ الصيد. في منزل فاسيلي بدأ سيرغي بإعطائه معلومات أولية حول كيفية عمل الفخاخ الجديدة. يأخذ فاسيلي أحد الفخاخ التي صنعها بيده. هذا الفخ يمكنه التقاط النمس أو السنجاب. لم نعمل قط بالفخاخ الجديدة. لدينا هذه التي صنعناها بأنفسنا. استخدام فخاخ جديدة سيكون حتماً أمراً مثيراً. لكن عليه أولاً الاهتمام بوسيلة النقل التي يملكها. هذا النموذج يدعى بوران. لقد صنع في أواخر الستينيات من القرن الميلادي الماضي. إن آلة فاسيلي عمرها طويل، فهي قديمة جداً، وهو لا يملك المال لإصلاحها كما يجب أو لشراء غيرها. ابتكارات، اختراعات، أبحاث، نظريات، تقنيات جديدة، تجارب رائدة، تطور هائل، تقدم مذهل، طب وعلوم، فضاء، أقمار صناعية، ثورة اتصالات، تقنية معلومات، فضائيات، سماوات مفتوحة، حصائد عقول، قناة المجد الوثائقية، عين على الحياة. البرنامج التالي. أليس من الرائع أن نشاهد قصتين متتاليتين عن حسن معاملة الناس للحيوانات؟ هذا جيد في الواقع، فهذا الفيل الأعمى المسكين تم قبوله في مركز التقاعد الخاص بالفيلة في مقاطعة شمال تايلاند. وتتم العناية بالفيلة هنا من قبل سائقيها والأطباء البيطريين من المعهد الوطني للفيلة، ويسمح لها بالتحرك بحرية في جبال الأدغال القريبة. أما الفيلة المريضة منها فتترك في جوار مركز الحضانة. وقد أسيء التعامل مع معظم الفيلة الكبيرة، فأصبحت مريضة أو مصابة بالعرج أو بالشلل. وتذكروا أننا نقصد بمن أساء معاملتها، أي مالكيها، وللفيلة ذاكرة قوية. والملجأ هو آخر ملاذ للفيلة، حيث يتم الاعتناء بها هنا حتى تنفق، فلا يتعين عليها العمل مجددا.
ولذلك يحاول تدبر أمره قدر الإمكان. وهذه المرة يجب استبدال شمعات الاحتراق. أخيراً انطلق محرك البوران بكل أسطواناته، ويمكن البدء في جولة الصيد بمرافقة سيرجاي وكلبة الصيد لايكا. يحمل فاسيلي سلاحه دائماً، فمن جهة هو يصطاد الحيوانات البرية عندما تعرقلها الكلبة، ومن جهة ثانية يستخدم سلاحه للدفاع عن نفسه إذا ما صادف أحد الدببة. مباشرة خلف القرية تبدأ صفوف أشجار غابة التايجا التي لا تنتهي. سيرجاي نفسه صياد ماهر يملك الخبرة، وقد جال في مناطق الصيد المختلفة في سيبيريا. بعد أكثر من 20 كيلومتراً وصلوا إلى أحد الفخاخ التي نصبها فاسيلي. يقوم بالتحقق من الفخ على أمل أن يكون حيوان ما قد علق به. حول المكان هناك آثار على الثلج لحيوانات مختلفة، لكن الفخ فارغ. هل وضعنا الآن فخاً جديداً؟ هذا المكان ملائم لنجربه. المكان ملائم. الكثير من الخبرة والمعرفة بسلوك الحيوانات مهم جداً. للعثور على مكان ملائم من أجل نصب الفخ، كل ما يحتاج إليه الصياد هو الصبر وعدد كاف من الفخاخ. على طريق الحيوانات أنصب الفخاخ الكثيرة. لدي هنا نحو 400 فخ، أحتاج إلى أسبوعين كي أتفقدها كلها، وهكذا أقضي الشتاء. يقوم سيرجاي بتركيب الفخ الجديد في موضع ثابت، ويعطي فاسيلي بعض النصائح المهمة. نقوم هنا بتثبيت الطعم، ويكون الفخ بعيداً عنه نحو 20 إلى 25 سنتيمتراً، وهذا ضروري كي لا يعلق طائر في الفخ إذا ما اقترب من الطعم، إضافة إلى أنه يجب إبعاد الفخ قدر الإمكان عن جذع الشجرة كي لا يقترب الحيوان من الغصن هنا، عوضاً من القفز من جذع الشجرة فوق الفخ والانقضاض على الطعم. لذا من الأفضل أن ندفع الفخ قليلاً إلى الأمام. هذا أمر جيد. أدرك فاسيلي في الحال أنه يتعامل مع محترف، وأن الفخاخ الجديدة تقدم بعض الإيجابيات. إن هذا الفخ جيد وأفضل من الفخ القديم وأكثر فعالية منه. لابد لقائمة السنجاب أن تعلق هنا. عندما يكون الجو دافئاً ينتفض الحيوان كثيراً ويتدرج بالدماء، لكن هذا الفخ يقتله فوراً من دون أن يتضرر فروه. الفخ التالي الذي يبعد 250 متراً وجد فارغاً أيضاً. إلى فاسيلي الأيام التي كانت تصل فيها الحيوانات بعدد كبيرة قد ولت منذ زمن بعيد. في الماضي كان هناك صيادون كثر يصطادون حول ضفاف نهر إليتش. لم يبق اليوم سوى ابني وأنا. في الماضي كان هناك سقف محدد للكمية التي يجب أن يصطادها المرء، أما اليوم فلا يصطاد المرء الكمية التي يريدها، لكن هذا لا يتوافر إلا في بعض مواسم الصيد. إن راتب التقاعد الذي تحصل عليه زوجتي لا يكاد يكفي معيشتنا أو يسد جوعنا. إلى مزرعة الثعالب الفضية عاد الشتاء مجدداً. في كانون الأول ديسمبر تذبح الحيوانات، وما تبقى منها لا يعد كونه نماذج تهتم بصغار السنة الجديدة. ناكو سيدي، ناكو.
هذه أنثى وقد أبقيتها لكي تنجب صغارا. إن الإناث والذكور التي تتكاثر جيداً تبقى في المزرعة حتى تبلغ 5 سنوات أو أكثر، ولتمييز الحيوانات المتشابهة يتم تلوين طرف أذنابها. كلما حصل التزاوج باكراً في كانون ثاني يناير، كانت الولادة أبكر في آذار مارس، ونما الصغار أسرع. الحيوانات الأخرى التي تولد مطلع نيسان أبريل تكون أصغر حجماً وفروها يكون رديئاً جداً. 8 أشهر تعيش الجراء التي ولدت متأخرة قبل أن تذبح من أجل فروها. لا تتأثر ناتاليا كثيراً بمصير هذه الحيوانات، ولكن تتأثر بالحيوانات التي تعيش فترة أطول. نحن نألف هذه الحيوانات وهي محببة إلينا مثل قططنا وكلابنا الأليفة. أطلق على أحدها الهر الصغير مثلاً، وعلى آخر الهر الكبير. دخل المزرعة يتأثر جداً بهذه الحيوانات. تجلس ناتاليا وزميلتاها لمراقبة الأقفاص في فترة التزاوج، ويتم تدوين الملاحظات بدقة. يسجل عدد مرات التزاوج والحيوانات المتزاوجة. يسجل ذلك بدقة كي يستطيع القيام بالتخطيط الجيد للموسم المقبل. فاسيلي وسيرجاي يكملان طريقهما على متن البوران، وهما متجهان إلى أحد أكواخ الصيد، لأن الظلام يخيم هنا بدءاً من الساعة 3 بعد الظهر. فجأة أوقف فاسيلي آليته. هناك آثار غير عادية على حافة الطريق. أدرك الاثنان بسرعة أن أيلاً كبيراً مر من هنا. إنه طريدة ممتازة ونادرة في الوقت عينه. لقد خاف من الطريق وعاد أدراجه، لكنه لم يذهب بعيداً. إني أملك رخصة لصيد هذا النوع من الحيوانات. يرغب فاسيلي حقاً في اصطياد الأيل. لو كانت الرياح معاكسة وكنت أملك بزة التمويه لكنت ترصدته. بعد قليل وقبل حلول الظلام وصل الاثنان إلى أحد أكواخ الصيد. سيبيتان الليلة هنا على بعد 30 كيلومتراً من القرية ومن أي منطقة عمرانية أخرى. يستعد فاسيلي لإحضار الماء وإعداد الشاي، ومن أجل ذلك عليه أن يثقب إحدى البرك المتجمدة، وهذا أمر يبعد كثيراً عن المغامرة والرومانسية. إن مهنة الصياد صعبة وتزداد صعوبة، وهو دائماً في العراء ولا يعرف إذا ما كان سيصل إلى كوخه في الوقت الملائم أم لا، لكنني حتى الآن لم أنم ليلة واحدة في العراء. في الداخل يقوم مصباح صغير يضاء بالزيت بإشاعة بعض النور في الكوخ، كما أن هناك فرناً يدفئ الصياد بعد نهار شاق في عراء شديد البرودة، لكنه يحتاج إلى بعض الوقت. إن ماء الشاي يغلي في وقت قصير، لكن لكي يصبح الكوخ دافئاً يحتاج الأمر إلى 3 ساعات أو 4. هذه هي الحال مع فرن من الأجر، أما الفرن الحديدي فهو أسرع. يعمل فاسيلي صياداً في البراري منذ 20 عاماً، وأصبح اليوم في 53 من عمره، فكيف سيكمل حياته عندما يصبح غير قادر على الصيد؟ أترك كل شيء لابني، وهذا أمر عادي. إنه يرافقني غالباً في رحلات الصيد، لكنني لا أعرف ماذا يخطط، وما إذا كان سيحمل حقيبته ويختفي من الغابة. يشعر فاسيلي الآن بالهدوء،
وهو ينتظر كي يصبح الكوخ دافئا له ولضيفه سيرجي، وسيقوم لاحقا بتنظيف فرو بعض الحيوانات التي اصطادها. بعد ذلك سينطفئ النور الوحيد في الغابة وسيخلد إلى النوم هو وضيفه. في يرمييفو يشارف النهار نهايته. في اليوم التالي انطلق فاسيلي وسيرجي في جولتهما مجدداً. لقد تساقط ثلج ليلاً، ويريد فاسيلي تفقد قسم من الفخاخ بواسطة دراجة الثلج كي لا يتركها في مكان ما. عندما يركب فاسيلي دراجة الثلج فهو يرتدي لذلك ثياباً خاصة كالقلنسوة المصنوعة من فرو السنجاب التي تجلب له الدفء وهو يقود. لقد صنعها بنفسه قبل 10 سنوات وما زالت حتى الآن رفيقته الدائمة. إنها ممتازة، فهي تدفئني وتعزل الهواء. لم أذهب إلى المدينة منذ 15 عاماً، ولا أعرف كم تكلف قلنسوة كهذه اليوم، لكنني أعتقد أنها ليست رخيصة. فيما يستعد سيرجي للسير، يضع فاسيلي أمتعة أخرى في معطف الصيد الذي خاطه بنفسه من الجلد والصوف. معاطف الصيد هذه يرتديها الصيادون هنا في كومي منذ مئات السنين. مع هذا المعطف لا يتعرق المرء سريعاً، فهو مريح ويمكنه تحريك يديه. كل ما يحتاج إليه فاسيلي يضعه في معطفه، ذخيرة الصيد والفأس أيضاً. إنه يحتفظ بآلة شحذ خاصة بها. أصبح الرجال الآن من دون دراجة ومن غير ضجيج. يتمنى فاسيلي أن يكون موفقاً ويصادف حيواناً في طريقه. منذ قليل أحست كلبة الصيد لايكا بوجود أحد السناجب الصغيرة. فاسيلي يصطاد هذه القوارض أيضاً. يباع فروها بسعر جيد، لكن الأمر ليس سهلاً لأن الشجرة كثيفة. يحاول إخراج الحيوان من مكانه بإطلاق النار عشوائياً، لكن الحيوان لجأ إلى تجويف داخل الشجرة وأصبح من الصعب رؤيته. شعر الصياد ببعض الخيبة. سرعان ما هرب بعد سماعه أصواتنا وجلبتنا. حتى هذه القوارض الصغيرة أصبحت نادرة في الغابات هنا. إن فرو الواحد منها يساوي 10 يورو. أكمل فاسيلي طريقه مع سيرجي لتفقد الفخاخ المتبقية. الطريق صعب لأن كثافة الثلج وصلت إلى 70 سنتيمتراً. من دون أدوات التزلج شعر الرجلان بالتعب بعد اجتياز بضع مئات من الأمتار. عند أول الفخاخ الجديدة التي نصبها سيرجي اكتشفا طريدة. هناك سمور عالق بين العارضتين الحديديتين. ربما يحصل فاسيلي على 20 يورو في مقابل فروه، لكن سيرجي يدرك جيداً أن الأسعار قد تهبط لأن الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف الاستيراد ما لم تعتمد روسيا رسمياً هذه الفخاخ الجديدة. إن أسعار منتجات الفراء منخفضة حالياً في روسيا، وإذا استطاع الصيادون بيع بعض فراء السمور في أوروبا فإنهم سيحصلون على أسعار أقل، وهذا يعني أن الحياة قد أصبحت أكثر صعوبة، وهذا قاس جداً في قرى نائية كهذه. حقق سيرجي النجاح في يرمييفو بواسطة فخاخه الجديدة، وقبل فاسيلي التقنية الجديدة، ورأيه مهم بين صيادي الفراء في الجوار.
لقد أعجبه الفخ، مع أن الصيادين يساورهم الشك في البدء. لقد وجدوا فورا الطريقة الملائمة لنصب الفخ الجديد ولاستخدامه أيضا. أعتقد أنه منذ الغد سوف ينطلق لاختباره بنفسه. هذا ما سيحصل. بعد أسبوع استمرت أسعار فرو الثعالب الفضية في التدهور. أكثر من 750 قطعة ما زالت في المزرعة، وهي لا تتلائم كثيراً والذوق العصري لكثير من الزبائن، لأن هذا الفرو دافئ جداً، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل. تاجر الفراء أناتولي نوشكوف قلق جداً بهذا الشأن. لقد انخفض الطلب كثيراً. حالياً يباع الفرو الواحد في السوق بمبلغ 40 يورو، وقد كلفنا نحو 55 يورو. إن البيع بهذه الأسعار لا يناسبنا إطلاقاً. بالمختصر، إذا لم يتغير الوضع فسوف تنهار هذه التجارة. بالنسبة إلى فاسيلي فقد انقضى نصف موسم الصيد وسوف يبيع